اللهم اقر عين جلاله بولي عهد المحبوب وجل المولى الحسن اللهم البسه نبات الحسن اللهم اصلح والبسه نبات الحسن سيد شريف الهادي بصفة المقدم دار حسد علي بوصرين دافين صفرو أتقدم بالنيابة عن الشرفاء الولي الصالح بهذه المناسبة العزيزة التي تكون كل التي نقيمها كل سنة ترحما على فقيد العروبة مولانا محمد الخامس وجلالة الملك الحسن الثاني الذي نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهما برحمته وأن يسكنهما في ساحة جنته وأن يجعلهما مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. كما نتقدم بكل الشكر تشكرا ثناء إلى صاحب الجلالة سيدنا محمد السادس أرجينا من الله أن يرزقها الصحة والعافية وأن يقر عينه بولي عهده سيدي مولاي الحسن وسائر أفراد الأسرة الملكية إنه سميع مجيب. داعي الله أن يجعل الشفاء حنيفه وأن يبقيه ذخرا لهذه الأمة أن يجعله في حسن الظن الشعوب العربية كلها بكلمته الطيبة وأن يقر عينه بكل من يحيط به. وبهذه المناسبة نطلب الله أن يتغمد سيدنا مولاي الحسن الثاني مرة أخرى برحمته الواسعة وأن يسكنه في سحجنته وأن يتغمده برحمته وأن يجعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصنع أولئك رفقاء في مقعد صدق عند ملك مقتدير بأفضل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا يفوتني أن أشكر الشرفاء القيمين على الضريح لإحياء هذه الذكرى التي تقام فيها التي تقام كل سنة وبأمداح نبوية وبسلك قرآنية ترحما على الملك الراحل مولانا الحسن الثاني. وأشكر السلطات المحلية اللي وقفت على هذا على تنظيم هذا الحفل البهيج الذي يمر في أحسن الظروف وأحسن ما يرام. ونشكر كما نتقدم بالشكر للسيد العامل الذي يشهر على هذا الإحياء هذه الليلة شخصيا هو نفسه وكل من يحاط به من السلطات المحلية. بهذا أختم كلامي والسلام على المقام العالي بالله.